السلام عليكم ورحمة الله. الحارس أمبولحي يفاجئ الجميع قبل بداية مباراة الجزائر وغانا، ولكن قبل البداية لا تنسى وضع لايك للفيديو إن كنت أنت أيضا تحب هذا الحارس المتواضع، والاشتراك كذلك معنا في القناة ليصلك كل ما هو جديد. بعد نهاية المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين، المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الغاني، انتهى هذا اللقاء بفوز منتخب الخضر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. كما شاهدنا أيضا تألق الحارس وهاب أمبولحي الذي تصدى لأربع تسديدات قوية، ولكن ما فعله أمبولحي قبل بداية المباراة هو ما جعله يدخل قلوب الملايين، وذلك بعد قراءته سورة الفاتحة قبل صافرة البداية.